يواصل مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 12 بمنطقة جازان فعالياته عبر تنظيم أنشطة وبرامج ثقافية وترفيهية موجهة للأسرة والطفل. ويتعرف زوار المهرجان على أصناف المانجو التي يعرضها المزارعون في أجنحتهم الخاصة، منها التومي والزبدة وأبو سنارة وغيرها، إضافة إلى الباكستاني والهندي الخاص والسوداني. ويشهد مقر المهرجان توافد أعداد من الزوار، حيث يجد الزائر فرصة من خلال المهرجان لانتقاء أجود أنواع المانجو، فيما يستمتع الأطفال وأفراد الأسرة بالبرامج المصاحبة للمهرجان المتضمنة برامج مسرحية ومرسم للأطفال وأناشيد وألعاب شعبية وعروض متنوعة. ويسهم مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في التعريف بمنتجات جازان الزراعية والترويج لها من خلال المهرجان أو منافذ البيع المعدة خصيصا في العديد من مناطق المملكة والتي تتميز بالجودة والطعم الفريد.